بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. هو الذي بعث الأميين رسولاً منهم يتلو عليهم آياته ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا قبل لفي ضلال وآخرين مما يلحق بهم وهو العزيز الحكيم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم مثل الذين ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه لاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين بسم الله الرحمن الرحيم يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك العزيز الحكيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن قبل لفي ضلال مبين وآخرين منهم لما يلحقوا وهو العزيز الحكيم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله
الفضل العظيم. والله ذو الفضل مثل العظيم. الذين حملوا كمثل الحمار يحمل أسفارا. بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أولياء أولي الله من الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم تردون إلى عالم الغيب والشهادة ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. يا أيها الذين آمنوا إذا صلّيتم يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فابتغوا من فضل الله كثيرا لعلكم تفلحون. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يعلمهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وآخرين منهم لما يلحقوا بهم ذلك فضل الله والعزيز من يشاء ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بآيات الله. بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم. قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أولياء فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين.
الظالمين الموت الذي تفرون منه فإنه على الغيب والشهادة تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئون بما كنتم يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة فاسعوا إلى ذكر الله ولكم البيع يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من وآخرين منهم لما يلحقوا بهم ذلك فضل الله يؤتيه وهو العلي الحكيم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي يا أيها الذين هادوا إن زعمتم فتمنوا الموت ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم إلى عالم الغيب والشهادة يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ثم تعلموا ذلكم خير لكم إن فإذا قضيت الصلاة فانتشروا
انتشروا في الأرض وابتغوا فإذا قضيت الصلاة الله وانتشروا في الأرض لعلكم فضل الله واذكروا الله كثيرا وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وترك الله خيرا من اللهو ومن التجارة قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة بسم الله الرحمن الرحيم الله خير الرازقين يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من وآخرين من ظلام ما يلحقوا بهم وهو وآخرين منهم لما يلحق بهم الله يؤتيه من وهو يشاء والله ذلك فضل الله يؤتيه من مثل يشاء مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا والله بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من الناس فتمنوا الموت إن ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم الموت الذي تفرون إلى عالم الغيب والشهادة ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئ يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع تعلمون ذلكم خير لكم فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما ومن التجارة قل ما عند الله خير الرازقين.